للهدي 27.659، فهو أكبر من 27.362. ده نفس المثال بالنسبة للمثال الأخير، ونفس الطريقة بالنسبة لجميع الأعداد مقارنة عددين عشريين. ده نفس الشيء، لدينا 459.076 و459.092. ده الجزء الصحيح هو 459 في كلا العددين. تسمش الطيب من الأحسن على الجزئين الصحيحين. إذا سنذهب إلى الجزء العشري. إذا الجزئين العشريين، إذا بدءا من الأعلى رتبة رقم العشر، هنا نفس الشيء، إذا لهما نفس رقم العشر يعني صفر. إذا سننتقل إلى ماذا؟ إلى مقارنة جزء من المئة. إذا هنا سبعة وهنا تسعة. إذا سبعة جزء مئة، وهنا تسعة جزء المئة. إذا سبعة جزء من المئة بالنسبة لتسعة جزء من المئة يعني 0.09، وهنا 0.07 لكي نفهم جيدا. إذا 0.07 بالنسبة ل0.09 فهو أصغر، يعني أصغر من 9 جزء من المئة. وبالتالي العدد 459.076 فهو أصغر من 459.092. إذن ما رأينا بمقارنة عددين عشريين. إذن الآن سننتقل إلى ملحوظة جد مهمة جدا. نظن أن مكبرة لم يعني دن مثلا نريد المقارنة بين 3.2 و 3.20. 3.2 و 3.20. إذا بدأ بالجزئين الصحيحين، لهما نفس الجزئين الصحيحين. ثم ننتقل إلى الجزئين العشريين. لدينا رقم العشر هنا 2 ورقم العشر هنا 2، إذن متساويان. ولكن الرقم هنا بالنسبة للعدد 3.20 لديه رقم جزء من 100، بالنسبة ل 3.2 كذلك لديه رقم جزء من 100 وهو صفر. إذن هذين العددين متساويان. إذن مباشرة بدون يعني تطبيق المقارنة أو قاعدة المقارنة، إذن 3.20 فهي كذلك ستساوي 3.200، وستساوي كذلك 3.2 إلى غير ذلك. إذن ما دام أن الصفر يوجد بعد، يعني الأصفار توجد بعد رقم العشرات، بعد عفوا بعد رقم الأعشار في الجزء العشري، فإنه لا نحسبه، حاليا ما كنحسبوهش، يعني غير مهم. إذن يمكن أن نقول أن 3.2 فهو يساوي 3.20، ويساوي 3.200، ويساوي 3.2000 إلى غير ذلك. ولكن انتباه، المقارنة 3.02 مع 3.2، لا، هنا صفر صفر في الأعشار، ولكن هنا 2 في الأعشار. إذا صفر فهو في الأعشار أصغر من 2 أعشار، يعني 3.02 فهو أصغر من 3.2. يعني إذا كان صفر في الأعشار إذا بنحسبه، وإذا كان يعني في جزء المئة أو جزء الألف، يعني بعد رقم من واحد فما فوق، لا نحسبه.